السلام عليكم ابطال والبطلات ديالنا، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. اليوم ان شاء الله فيديو غيكون خفيف وظريف، غيكون فيديو صغير غير على واحد التمارين، واحد التمرين ديال الكتف، واحد التمرين كيخدم جميع عضلات الكتف، كيقيس العضلات ديال الكتف كاملين وترابيز من القدام وحتى من اللور، ترابيز ديال اللور. هاد التمرين هذا يمكن لك تخدمه حتى في الدار، لانه كيحتاج غير دامبل يعني لي زانتير بوحدهم، ما كيحتاج لا برا لا ماكينه، ولي زانتير خصو يكونوا خفافين. وبالنسبه للتمرين تكرارات من 8 حتى 10، وبالنسبه للسيريات يعني شحال السيريات يعني شحال المرات، من 4 حتى 6 المرات. والتمرين مزيان للناس اللي ما عندهمش الوقت باش يترينيو، يعني خصو يجي لاصال دغيا يمشي بحالو، ولا الناس اللي كيترينيو في المنزل باش يقيس العضلات ديالو كامله، لان ما عندوش ماتريال باش يخدم جميع العضلات، والناس اللي كيعاودوا الكتاف جوج مرات في السيمانه. من احسن الناس اللي كيعاودوا الكتاف جوج مرات في السيمانه يخدموا هذا التمرين مع الصدر، لان كيكون ديجا الكتاف سخن مع الصدر، غيضرب هذا التمرين هذا وغيحس ان شاء الله، وغتوصل لواحد الفشل العضلي اللي ما تقدرش يعني تكمل الاكزرسيس. هذه هي الخدمه الحقيقيه، فاش كتوصل الفشل العضلي. كنتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو اللي خفيف وظريف، وكنتمنى تكونوا انتم خفافين وظرافين، وتكثروا لي من اللايك، واللي ما ابوناش ابوني معنا وفعل الجرس باش يوصل له الجديد، وبارطاجيو الدراري باش يوصل المعنيين الناس المعنيين من الامر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيز مان. نسيت ما قلت لكم، يلا نتلاقوا في لاصال نشوفوا هذا التمرين هذا. قدام المهم الكتاف كامل حتى الترابيز اللور كيخدم، المهم غنشرحوا هذا الشيء من بعد. شوف هذا المهم الكتاف في الوسط، هذا التمرين واحد ثلاثة شيخ